خلينا الواحد ومشوا مريح حبابك او لهنا انا ديجا ملي كي لقيتهم فرحت خلاص خلينا يا لا لا يا اخي خاف ربي كيش ندير الحاجه ما عنديش انا عمي مصطفى وي وشنو طاح الكوارت والدراهم دوك نشوف قام هنا مهنا عمي مصطفى هذا واحد الميغري دقيقة برك قام هنا هيا ماتوا هنا مطرها هذا كم معكم سواء ايه عجارنا زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ليش الله طفي روحو جارنا هذا عمي مصطفى ميغري صاريك وي عمي مصطفى عني لقيت لك الكوارط لا لقيت الكوارط بار لا ما لقيتش الدراهم عمي مصطفى ما كانش وطلع معايا واحد دوقا لقى الكوارط والعشيه خليهم لك في الدار سبحان الله عمي مصطفى ما تهبلنيش قلت له لقيت الدراهم نقول لك انا لقيت غير الكوارط ها راح داوي ها ما لقيتهمش عمي مصطفى يعني دوك ما تطيقش فيا هيا من بعد عمي مصطفى راني خدام الله يسترك صح عمي مصطفى صح واش خونا صافا شويه راك مليح الحمد لله اه والدراهم تاع السيد كيفاش تاع الدراهم وكيفاش لقيت الدراهم خونا كوارط دراهم خلينا الواحد ومشوا مريح حبابك او لهنا انا ديجا ملي كي لقيتهم فرحت خلاص خلينا يا الله يستر مشوا ما اجونا تما نقسم لك قبل داهيا انا بيع واش انا نخدم حفار طبوريا طلعك خالو سمح لي هذا والله غنعاودك وي كونفير طلع لي انا راسي انا جات 350 ما حبش يدير انا هنا عنده بيب زوجه مشا ما نقدر نسرق ما نقدر نكذب انا راني نحكي لك بعمي والله صدقوني يا خالتي والله لقيت هالدراهم وراس ولادي ما يدخلوا الدار واش راح ندير دوك الحاج انا نتسنى كل يوم ثلاثه موتا زوج موتا لا لا يا اخي خاف ربي كيش ندير الحاج ما عنديش انا غادي نقول لك حاجه نعطي الله صالح سيد قولوا لي قد دراهم واني محتاج من ناحية الدين ما يمدليش المسمار الحاج اديهم حلال خير والله صدقني والله غيرك تدي غير بالحرام والحرام يروحوا في الظلام هذا جارك ميقري ولاباس عليه جار وصى عليها وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم سما ما تقدرش يا ما تقدرش سما اللي جا واحد اخر نورمال لا ما ربي ما راني غار عمك الله لا ربي لا لا فلك يمدها يا فلان راهي دعوه خليها ربي ولا تسمحهم لي لا حيا بالدين على عمي مصطفى كانوا طايحين بالكوسانات مشت مي عمي مصطفى انا والله غير يعني والله غير حشمت نقول لك يا خا على بالك الوضعيه انا اللي راني عايش فيها والله غير يدير مزيان لو كان تعطيهم لي عمي مصطفى والله غير راني مشوم والله الله يسترك ربي يسترك يا عمي مصطفى ربي يعبدك الأولادي مضيعين بالشر يا عمي مصطفى والله الحالة تاعي ما يعلم بها غير ربي سبحانه ربي يسترك إن شاء الله الله يعبدك يا عمي مصطفى والله غير فرحتني مازال طلع معايا واحد الأخ يعني سمعت له الكلام تاعه ويهضر بالقرآن وكذا وجهه منور يعني وجهه تاع الجنة ربي يحفظه إن شاء الله الله يسلمك صح عمي مصطفى صح تعمل سبحان الله العظيم ها شوف سبحان الله مؤمن شوف مؤمن الله العظيم صدقني يا اخي ما تجوز لك الله ما تجوز لك شوف الله قاعد لك معلقه مع ربي واعي واعر يا محينك والله واعر انت واش خدام في دنيتك باش تلقى عند ربي ديجا شر ما تصليش صلي سبحان الله جاتك الفكره لا لا عرفش ما حملك اه سبحان الله هاك شوف سبحان الله هاك ديتهم حليليين
سبحان الله ماشي هكذا خير. الله هكذا راك مطمئن. ربي يستر ان شاء الله. ربي يحفظك. صدقني انا عاودك وليدي راني من 7 تاع الصباح بانوا لي طوموبيلات محلولين بان السرقه واعره بساعده كاع هي اسهل حاجه فوق الارض السرقه. لا 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 انا رايح نقول لك وين رايح؟ انا الجمعيه تاع اليتامى تاع لابوات والله راح نطلب 350 ما نقدرش نطلب الزرقاء الناس ما عنديش متشدين نطلب به وجامي بحياتي طلبت. واني قلت لك والله غير نخدم حبار قبور في صالون بيت مدنيه مخبارة تاع سكالا بصح يا خو واش صابرين لله واني متوكل ربي للعالمين لله ولا انا غالطينكم ايه هاك شو بديتهم حلالين خير وخير هدرت معاه صح في التليفون ربي يحفظك الحاج هدرت معاه صح الحاج لا لا هدرت معاه الحمد لله ربي يسترك يا الحاج ربي يكثر من متعلك امين ويعني واش نقول لك هذه درنا الحاج شوف هذه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذه درنا تجربه اجتماعيه هذه ماشي تجربه اسلاميه شوف هذه شوف معايا مليح شوف معايا مليح شوف هذا هذه ربي هذه هاي الكاميرا وهاي الكاميرا هذه راني طلعت سفري وليد فاميلي انا كي لقيتك باين على وجهك النور وكذا هذا هاو اللي كنت معايا طلعوا على بالو بالقلب هذا حنا طلعناك باش تعطي ميساج للشعب الجزائري الكلام اللي هضرتو نتا هذاك ما كاش كيما الحلال والانسان يجبد على الحرام ويعني تبارك الله وربي يرحمه ان شاء الله غير تدي غير واش كتب لك ربي يحفظك الحاج ربي يسترك كاش من هذا ربي يحفظك الحاج الله ينورك بلانجيا بلانجيا الله يسلمك الحاج دوك هادو الناس راهم يشوفوا فيها في رمضان كلهم صحه فطوركم وصحه رمضانكم وما كاش كيما الحلال دير الخير تيب الخير والله غير دير الخير تيب الخير واش واش انت واحد غرس نعناع خرج له حشيش كاينه ما هذه ما كايناش منها ثم تدي واش كتب لك ربي العالمين والله غير تدي غير واش كتب لك قفارسه والله ما كاين والو اخر تموت اخر تموت ما عندك ما دير دور 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 تتحسب هذاك القمر وين في عالم واش تقول واش هذا هذه اخرتنا تقول لها فين تسكن تعطر وفين تعطر من الله صلى الله عليه وسلم تقولوا ديروا الخير في القهوة إن شئت تاني يبو الشر بيتي والشر أصبح الشر ما طر عليكم يبالكم حلال بالكم نور بالكم كل الشر يجيلكم طريق تروحوا تقولوا جاءوا لا تولي 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 لو عقاية الناس أخذيكم كل زمان الله نقول عمتم بخير والله يهدينا ويهديكم إن شاء الله.